جولة جديدة من الأحداث الرياضية نضعها أمامكم في حلقة هذا اليوم من الشوط الثالث. أحييكم سادتي الأحبة عبر الشرقية وعلى الهواء مباشرة، نأخذكم كالمعتاد إلى أهم الأحداث والتقارير الرياضية. نبدأ جولتنا كالمعتاد من أهم العناوين. الشرطة يضرب السد القطري برباعية ويبلغ نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال. الجوية يتوج بكأس العراق للمرة السادسة في تاريخه بعد تغلبه على أربيل في المباراة النهائية على ملعب الشعب الدولي. ومدينة أربيل تحتضن ختام مباريات بطولة السيدات العراق بكرة السلة بتتويج فريق غاز الشمال بلقب البطولة. إذن هذه كانت أهم العناوين، سنأخذكم إلى تفاصيل أكثر وتقارير جديدة بعد فاصل قصير، ابقوا معي. إذن من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم سادتي الأحبة. ونبدأ من الخبر الذي أفجع الأوساط الرياضية، إذ أعلن الاتحاد العراقي المركزي للتجديف عن وفاة اللاعب الدولي السابق وليد خالد إثر مرض عضال. إذ أعلن الاتحاد العراقي للتجديف عن وفاة لاعب المنتخب الوطني السابق للتجديف وليد خالد بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا. وقال رئيس الاتحاد العراقي عبد السلام خلف أن اللاعب وليد عانى من إصابة بالتهاب الكبد المناعي وتليف قنوات الصفراء، وكان وضعه الصحي سيء جدا وبحاجة إلى عملية زراعة كبد بأسرع وقت ممكن. وأضاف أن وليد مثل المنتخبات العراقية سنوات طويلة وحصل على بطولات وميداليات خلال مشاركاته المحلية والدولية، وكان من اللاعبين المميزين والذين يمتلكون خلقا طيبا، وهو رياضي على مستوى عال رحمه الله. وقبل أيام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمناشدات للسلطات بنقل وليد خالد إلى خارج البلاد لإجراء عملية زراعة الكبد، وحذر ناشطون من التدهور السريع في حالته الصحية لكن دون أي استجابة. حقيقة خبر مفجع، ألم الكثير من الرياضيين العراقيين لا سيما بعد مناشدات كبيرة وطويلة لغرض تقديم يد العون. وهرع أهالي مدينة الكرخ العزيزة في قلب بغداد وعدد من الرياضيين إلى جمع مبلغ إجراء عملية جراحية للراحل، لكن هذه المبالغ لم توفي قدرها وبالتالي المرض داهم لاعبنا. للأسف الشديد منذ فترات طويلة ونحن نتحدث عبر منبرنا ونطالب مد يد العون من كل المسؤولين الرياضيين، ولكن للأسف الشديد في بلدي هذا هو حال الرياضيين عندما يتعرض إلى أزمة صحية أو إلى فاجعة، لم ولن يجد أي استجابة للأسف الشديد، لأنه هذا اللاعب لا يمتلك النجومية كون لعبة التجديف لا تمتلك أي جماهيرية. يعني الحقيقة هذا الموضوع يجب أن تكون له حلول. النجم الرياضي اللي يمثل بلده ويتعرض إلى أزمة صحية، وكنا بشر ومتعرضين إلى أزمات صحية وخصوصا الرياضي المتعفف،
ومعظم الطبقة الرياضية متعففة، لكن ما حصل من لا مبالاة وعدم رعاية وعدم اهتمام وعدم وجود مستشفى خاص لمعالجة هكذا أمراض، ذهب ضحية لهذا التدهور وغياب أهم عوامل الصحة بالنسبة للرياضي وللعراقي. لا يمكننا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل، رحم الله هذا النجم الكبير الذي قدم الكثير لرياضته ولعشاق هذه اللعبة، وقدم سنوات عمرا لأمضاها القليلة في خدمة بلده وفي خدمة رياضته. نعزي أهله وذويه وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع المغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الأحبة، الانتصارات تتوالى لفريق الشرطة العراقي ممثل العراق في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد أن أقصى بجدارة واستحقاق السد القطري المتخم بنجوم العالم، إذ بلغ فريق الشرطة السبت نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بكرة القدم إثر تغلبه على السد القطري بأربعة أهداف لهدفين في الدور ربع النهائي. ففي المباراة التي ضيفها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالسعودية، كان الفريق القطري هو البادئ بالتسجيل عبر أكرم عفيف من ركلة جزاء منحت له في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول، قبل أن يعدل فريق الشرطة النتيجة عن طريق أمير صباح في الدقيقة 32 في واحد من أجمل الأهداف التي سجلت في مسيرة هذه البطولة، من تسديدة صاروخية استقرت في شباك الحارس القطري معتز برشم. ثم أضاف آسو رستم ثنائية القيثارة في الدقيقة 59 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعد العودة إلى جهاز الفار. وفي الدقيقة 70 استمر تألق الشرطة العراقي ليضع أحمد فرحان فريقه الشرطة بالمقدمة مسجلا الهدف الثالث بطريقة ذكية ورائعة، ليعود من جديد آسو رستم ليضيف ثنائيته بتسجيله الهدف الرابع للفريق العراقي، بينما قلص أكرم عفيف النتيجة لصالح فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 80 من عمر اللقاء مستغلا خطأ للحارس أحمد باسل. مبروك للأمة الشرطاوية ومبروك لهذا الفريق الكبير الذي فاجأ الجميع بمستواه وفاجأ الجميع بأدائه الرائع، حيث يقود المدرب العراقي الشاب أحمد صلاح، يساعده حسين عبد الواحد، وبالتالي أقصى واحد من الفرق المرشحة للفوز بكأس الملك سلمان، بعد أن فاز هذا الفريق القطري قبل أيام على الهلال السعودي وصيف العالم بثلاثة أهداف لهدفين. نتابع هذه اللقطات من هذه المباراة. إذن مرة أخرى نبارك القيثارة الخضراء هذا الفوز الكبير على السد القطري، مثل ما أسلفنا هو واحد من الفرق الكبيرة، لكن هذا هو العراق وهذا هو اللاعب العراقي وهذه هي الفرق العراقية وهذا هو المدرب المحلي الذي
شككوا بإمكانيته. أحمد صلاح دخل التاريخ من أوسع الأبواب بعد أن قاد الشرطة إلى الدور نصف النهائي، وهي طبعا نتيجة كبيرة قياسا للأندية المشاركة في منافسات هذه البطولة. بالتأكيد فريق الشوط الثالث كان حاضرا وأجرى هذا الاتصال الهاتفي مع الفريق عبد الحليم فاهم الفرهود رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، اللي بارك لجماهير الشرطة وبارك لعشاق القيثارة الخضراء، أيضا بارك قناة الشرقية لتواصلها وحضورها الدائم في دعم الفريق في هذه المهمة. نتابع هذا الاتصال الذي أجري مع رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة. أخي أستاذ محمد، أود أن أنتهز الفرصة من خلال قناتكم قناة الشرقية لأقدم باسمي وباسم أخوتي أعضاء الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي أزكى التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي وإلى معالي وزير الداخلية المحترم وإلى جمهورنا جمهور الشرطة الرياضي بهذا الفوز الباهر والتقدم الذي حققه نادي الشرطة الرياضي بفوزه على نادي السد القطري، وهنيئا للكادر الإداري العراقي المتميز والكادر التدريبي والأخوة اللاعبين الذين وضعوا نصب أعينهم الوطن والشعب وجمهورهم. وأود أن أوضح من خلال حضورنا الميداني معهم لاحظنا الجد والمثابرة والجهد المتميز لتحقيق الهدف المنشود وتحقيق النتائج الإيجابية في مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية. أود أن أبين للجمهور حقيقة ما وجدته عند لقائي المستمر مع اللاعبين وكذلك في ملاعب التدريب معهم هناك. هذه حقيقة لمستها، وجدت عندهم روح الأصرار على الفوز والغيرة العراقية، وكانوا في أشد حالات الإصابة وهم يواصلون التدريب لتحقيق الفوز. وأخيرا نجدد تبريكاتنا بهذا الفوز الساحق والنتائج الطيبة، وشكري لكم لتواصلكم المستمر معنا ونحن في أرض المملكة، وشكري لقناة الشرقية السباقة في نقل الفرحة للشعب العراقي وكادر برنامجكم. إذن شكرا لسيادة الفريق عبد الحليم رئيس الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، وإلى مزيد من النجاحات والإبداعات لفريق الشرطة في هذه البطولة. سادتي الأحبة، من بطولة الأندية العربية أخذكم إلى نهائي كأس العراق وإلى ملعب الشعب الدولي، إذ توج فريق القوة الجوية بلقب كأس العراق للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق أربيل بهدف دون رد حمل إمضاء هداف الدوري العراقي مهند عبد الرحيم. توج فريق القوة الجوية بلقب كأس العراق بعد تغلبه على أربيل لحساب نهائي بطولة كأس العراق في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي في الساعة 8 مساء، وقاد هذه المباراة الحكم الدولي زيد ثامر. هدف القوة الجوية جاء عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم في الدقيقة 30، وتدفق جمهور أربيل بأعداد كبيرة منذ يوم الجمعة إلى العاصمة بغداد لمؤازرة فريقه الكروي بلقاء النهائي، كما شاهد آخر وحدات فريقه التدريبية وتجمهر بشكل كبير أمام الملعب. وكان مشجعو الجوية قد هيئوا أكثر من 100 دار سكنية في مدينة الصدر والمناطق الأخرى في بغداد لاستقبال جماهير أربيل الوافدة إلى بغداد لتشجيع فريقها الكروي في ختام كأس العراق. وفور نهاية المباراة نظم اتحاد الكرة العراقي احتفالا مهيبا قلد من خلاله الجوية وأربيل الهدايا والميداليات وسط أفراح جماهير القوة الجوية.
إذا مبروك للقوة الجوية وهارد لك لفريق أربيل الذي قدم مباراة كبيرة، قدم مستوى رائعا خلال الموسم الكروي سواء كان في مباريات الدوري الممتاز أو وصوله إلى نهائي كأس العراق. فريق القوة الجوية بخبرته استطاع أن يحسم هذه المواجهة لصالحه. سادتي الأحبة، للحديث عن هذا الإنجاز ووصول فريق أربيل للمباراة الختامية، يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم وهو واحد من نجوم الكرة العراقية، هو النجم الدولي السابق والمدرب الحالي الكابتن أحمد مناجد الذي ينضم معي من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة. كابتن أحمد، مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية. مرحبا بك أستاذ محمد والشرقية وبجمهور الشرقية، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة دائما بوجودك. أهلا ومرحبا بك كابتن أحمد، سعداء جدا بحضورك الكريم. أرجو أن نستوقف لنتابع هذا الاستطلاع اللي هي زيد السراج واللي يتحدث إلى مشاعر جماهير الفريقين ما بعد ختام بطولة كأس العراق. أرجو أن تتفضل معي وأنتم سادتي الأحبة إلى زيد السراج. الشرقية والشوط الثالث، أهلا بكم، أرجو التفضل بالبقاء معنا لمتابعة ردود أفعال جماهير القوة الجوية وأربيل بعد تتويج الصقور بلقب كأس العراق. المباراة كانت جميلة وسجال بين الفريقين، ونقول مبروك لجماهير القوة الجوية إدارة ولاعبين وكادر تدريبي، والمباراة كانت جميلة جدا. فريق أربيل قدم مستوى جيد، لكن الجوية استغلوا الفرص، سجلوا الأهداف وانتهت المباراة بفوز جوية. نقول مبروك لجماهير القوة الجوية وهارد لك لأربيل، وأحلى ما بالمباراة الروح الرياضية اللي تحلى بها جمهور الفريقين. والله المباراة جميلة، ألف ألف مبروك نادي القوة الجوية، وألف ألف مبروك نقول أيضا. شلون شفت المباراة؟ مبروك جمهور الجوية، زين والله الزوية، والله الزوية زين، والله كله زين، كل البغداد زين، على راسي وعلى عيني، الله يسلمك. سلم عليهم وعمامي وخوالي. والله الحمد لله والشكر، ما راح تعب اللاعبين ببلاش، قدروا يحققون النتيجه وياخذون البطوله. طبعا هذا مجهود مدرب ولاعبين اكيد، وتمارين وجهد على اللاعبين وضغوطات مع المشاكل ببدايه الموسم من الاداره، بس الحمد لله شكرا قدرنا نتخطي ونجيب على الاقل يعني بطوله تفرع هذا الجمهور اللي كان حاضر يعني بكثره، من جاي المحافظات، جاي من بغداد اطرافها، الحمد لله والشكر، وان شاء الله يعني الجايات افضل ان شاء الله، ونقدم مستوى طيب بدور ابطال اسيا، يلبي يعني طموح هذا الجمهور الكبير. للامانه التنظيم حلو والفريقين كلش حلو وروعه، مباراه يعني تونس. اليوم أربيل كان ضيف على بغداد، وشون شفتوا أداءه وصوله للنهائي كفريق منافس؟ فريق منظم وفريق كلش مرتب ويستحق الوصول لهذا المركز اللي وصله وهذا المكان. والله فشيع خيالي، جمهور حضور موجود، وفزنا بالبطولة مع كأس العراق، بالعافية علينا والزوراء ساهم بعد. اليوم راضين على المدرب المصري بعد هذا اللي قدمه للفريق، اخذت الكاس؟ اي الحمد لله كلش راضين، النتيجه كانت كلش حلوه 1-0، فريق الأربيل كان خوش فريق، بس الجو يا بعد تبقى واحد عراق. إذن شكراً لكل المتحدثين وشكراً لزيد السراج. ملاحظة، القناة الناقلة منعت كل الكاميرات من إجراء اللقاءات مع الجماهير حتى خارج ملعب الشعب، لذلك أجرينا اللقاءات في شوارع بغداد، وهذه طبعاً ظاهرة خطيرة. وأرجع وأقول ما أعرف شنو الغرض من عدها، يعني كاميرات القنوات التلفزيونية العراقية اللي تابعة للعراق وللشعب العراقي،
ما الضرر إذا أجرت اللقاءات خارج المستطيل الأخضر؟ يعني في أروقة ملعب الشعب، ليش تخلونا بالشارع نسوي لقاءات وما أعرف إيش؟ ليش؟ ما أعرف الغرض منها. عموما أتمنى أن تكون هناك حلول، لأنه اللي قامت بالقناة الناقلة تصرفات بعيدة كل البعد عن الإعلام. أعود لأرحب بضيفي الكريم النجم الدولي السابق المدرب الحالي الكابتن أحمد الناجد. كابتن، في البداية أجدد الترحاب بك، ويجب أن أهنئك على ما قدمه أربيل، كونك من المساهمين فيما وصل إليه أربيل من مستوى، سواء كان على مستوى الدوري على أو على مستوى الكأس، لأنك أحد المدربين الذين عملوا مع هذا النادي لفترة طويلة. لذلك أقدم التهنئة لك، وأيضا التهنئة لفريق القوة الجوية. ماذا نتحدث عن مباراة الأمس؟ بالبداية مبروك لفريق القوة الجوية، يعني المستوى اللي قدمه طيلة الموسم، وخصوصا مباراة يعني فوزه ببطولة الكأس يوم أمس، هو يعني تعويض للدوري. لأن يعني مثل ما تعرف أستاذ محمد، يعني جمهور الجوية ما يرضى في أي موسم أنه يطلع خالي الوفاء. فالكأس اللي حصل أمس شوية غفر للكادر التدريبي وللإدارة على الأقل. يعني إذا تشوف اليوم حتى بلقاءاتكم يا الجمهور أنه راضين على المدرب، لأن اليوم لأن هو حصل على كأس وصار هو في لقب، والشرطة في لقب الدوري. أما لفريق أربيل، فريق أربيل يعني بالأشهر القليلة اللي فاتت قدم مستوى جيد بالدوري، خصوصا هو الكادر الجديد استلم من كابتن غازي فهد، كابتن عباس استلم من كابتن غازي فهد، وأنا كنت مساعد مع كابتن غازي. الفريق كان في أوضاع جيدة خلال الموسم، لكن يعني مرت ظروف على كابتن غازي، ظروف يعني هي ظروف مادية أكثر ما هي كانت يعني قل يعني كانت عدم دفع رواتب، يعني كانت أمور إدارية أكثر ما هي فنية. لكن بعد استلام كابتن عباس، قبل ما يستلم كابتن عباس محمد، احنا لعبنا دور ال 16 مع الشرطة، وقدرنا انه نتغلب على فريق الشرطة ويودع الكأس من دور ال 16 قبل تقريبا هذا الموضوع قبل 6 أشهر. مش الفريق مشي، يعني تدري اليوم انت من تزيح اقوى فريق بالدوري اللي هو الشرطة، بقية الفرق تكون عندك سهلة. يعني اجى مع البحري انسحب مثل ما تعرف، بعدين اجى الحدود في نصف النهائي، وكان الطريق سهل للفريق انه يوصل الى مباراة نهائية. المباراة النهائية انا يعني عرفت ان راح تكون صعبة على اربيل، لان استاذ محمد مثل ما تعرف الجوية يملكون عناصر فنيا اعلى من بعض العناصر في فريق اربيل. فريق اربيل بالغ جدا بالحفاظ على مرمى، دافع اغلب اوقات الشوط الاول من خطأ، صح قليلة فرص الجوية، لكن صار خطأ من لاعب الوسط، قدروا يسجلون فريق الجوية وراد يسجلون الثاني والثالث. ردة فعل أربيل كانت متأخرة أستاذ محمد. نعم. كنا نتمنى أنه فنيا الفريق ينتقل هجوميا، لأن اليوم أنت بالكأس إذا خسرت 1 أو 2 أو 3 هو نفس بالأخير أنت راح تخسر الكأس. بالضبط. تأخر بالمجازفة، كان على كابتن عباس أنه يجازف من وقت، لأن أنت 1-0 وعندك دقائق طويلة عليك أن تجازف بها وتهاجم، لكن الموضوع تأخر، ما أعرف بدنيا يمكن الجو حار أو فتشي. نتمنى من نادي أربيل الموسم القادم أنه يستمر مع كابتن عباس وهم جددوا له، وأنه ينطي أكثر ويختار لاعبين، يعني يحتاج في بعض المراكز لاعبين مميزين أكثر من اللاعبين الموجودين، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نعم. كابتن أحمد، هل ارتقت المباراة إلى مستوى الطموح كونها نهائي كأس العراق، مثل ما كنا نشاهد المباريات النهائية لمعظم البطولات المنصرمة، وصلت إلى مستوى الطموح، أم إنها كانت فقيرة فنيا من وجهة نظرك؟ شوف أستاذ محمد، أنا تفاجأت بفريق الجوية بصراحة، لأن فريق الجوية قوة الجوية الفترة الأخيرة فنيا هبط، يعني خصوصا بعد إذا تذكر حرمان بايش وحرمان بعض اللاعبين والعقوبات وعقوبات الجمهور، واللي يعني النادي بالثلاث أربعة شهور مر بظروف صعبة أنا أشوفها. نعم. من رأيي الخاص الفريق الـ يعني البارحة من الشوط الأول بين فريق جاي يريد يأخذ كأس، كانت عنده لمحات جميلة، الوسط احتلوا احتلال كامل، خصوصا اللاعب أوتشو مميز، هذا كان لاعب معانا السنة الماضية في أربيل أستاذ محمد. نعم. لاعب مميز وعلى يعني على مستوى عالي جدا، علي محسن، بايش، شريف،
يعني مهند كانوا على مستوى عالي جدا، طبقوا التكتيك بأعلى مستوى. صحيح قليلة فرصهم للأمام لأن فريق أربيل لعب بخمس مدافعين زائد اثنين ارتكاز أستاذ محمد، فانغلقت المناطق، لكن قدروا. ومحمد قاسم محمد قاسم فاجئني أستاذ محمد البارحة، قدم أجمل شوط أول أنا شايفه، وعاد إلى مستوى كابتن أحمد، عاد إلى مستوى يعني ما شاء الله عليه، عاد إلى يعني البارحة قد يعني وصل لنا رسالة أنه أنا موجود، أنا إذا أخلي محمد مشكلته، أنا أقول لي هي مشكلته برأسه، يعني لو يريد يرجع محمد، يعني موضوع المزاجيات، وهواية لاعبين مروا علينا مزاجين على محمد أنه يبقى بهذا المستوى، أنه يكافح أكثر حتى يرجع للمنتخب الوطني، لأن أنا أشوفه موهبة عالية جدا، لاعب يمتلك مهارات عالية. فريق القوة الجوية أكثر لاعبي يوم أمس من حارس المرمى للمهاجم قدموا مستوى عالي، أقدر أقول لك شفته قليل بهذا الدوري اللي فات. نعم، أيضا يسعدني أن أستمع إلى رأيك كابتن أحمد في حفل الختام البارحة. أنا شخصيا انبهرت ببعض اللمحات الفنية اللي يمكن أعتقد هاي تأهلنا إلى تنظيمات ترتقي بمستوى دول الجوار ودول الخليج العربي، لأننا للأسف الشديد نفتقر لحسن التنظيم والختام. لكن البارحة ما أدري شفت لمحات، ويسعدني أن أستمع إلى رأيك. يعني أستاذ محمد إحنا كنا نفرح، وأنتم كإعلاميين من تنتقدون، وإحنا كلاعبين سابقين الآن مدربين، إحنا كنا نفرح من نشوف في ملاعبنا، وخصوصا في ملعب الشعب أو بالبصرة أو بأربيل أو في أي محافظة كانت، من نشوف لمحات حلوة جديدة تضيف لتاريخنا. إحنا يعني اليوم كرة القدم في العراق لها تاريخ كبير أستاذ محمد، إحنا نملك بطولات، نملك سجل عالي. صحيح مرينا بظروف صعبة، لكن شنو الضير أنه إحنا نجي نتطور أكثر، نتقدم أكثر. تشوفنا حتى بالإعلام الفترة الأخيرة دائما النادي الاتحاد أنه تقدموا، طوروا الدوري، كبروا حتى الجائزات، جوائز اللي يحصل على الكأس أو على الدوري. أستاذ محمد أحكي لك مفارقة، يعني البارحة نادي الشرطة الحد التأهل مالت البارحة ونبارك له وصل إلى 450 ألف دولار، هو بعد ما ماخذ البطولة هو واصل فقط نصف نهائي، بينما تيجي على الدوري العراقي والكأس يفتقر لهذه الجوائز. اليوم أنت شون تحفز الإدارات وتحفز اللاعبين عندما تغريهم بالجوائز، حتى دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، تشوف العالم تشتري بملايين الدولارات. ليش تشتري؟ لأن تعرف إذا حصلت راح ترجع فلوسه وزايد. إحنا اليوم نريد من اتحاد كرة القدم أنه يشرك من الدوري المحترفين القادم إن شاء الله، أنه يشرك شركات رعاية. نعم. هي تدير الحفل، هي تدير التصوير، هي تدير الجوائز، حتى نتقدم للأمام. لأن أستاذ محمد إحنا في سنة 23 العالم مشى وعبرنا عشرات السنوات، يمكن هالسنتين هذه اللي باقي للاتحاد إذا ما عملنا باحترافية وتضافر الجميع، صدقني ما راح نتقدم للأمام أبدا. نعم، أكو لقطة دي يعرضها الزميل المخرج، ويسعدني أن أستمع إلى رأيك للخبرة الكبيرة اللي حضرتك تتمتع بها، سواء كنت لاعب في دوريات دول الخليج أو سواء كنت مدرب لعدد من الأندية. نشاهد أنه حمادي أحمد عضو الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية لم يكن لاعبا احتياطيا، وبالتالي بعد نهاية المباراة نزل لبس هدوم اللعب وحمل إشارة الكابتن وشال الكاس في الوقت اللي كنا ننتظر إبراهيم بايش يحمل الكاس. تعتقد هذا كنوع من الإدارة لتكريم حمادي باعتبار لحد الآن ماكو مباراة اعتزال، أو شو توصف هاي الحالة كابتن؟ يعني أنا الحمد لله يمكن عرفت، ما كنت متوقع تسألني هذا السؤال، لكن عندي معلومات أنه حمادي لعب أول مباراة بالكأس بدور ال 32 دور التسقيط الفردي الزوجي. أنت تفاجأ أسئلة كل شيء يعني أبو علي كلاعب، وبعدها كل شيء أسئلة يعني أدري، بس الحمد لله عندي المعلومة حتى يعني أنا مفتهم إيش راح تسأل، فالحمد لله عندي المعلومة حتى أجاوبك. نعم. هو مسجل لاعب كلاعب مسجل، وبعدين دخل على الانتخابات واعتزل كرة القدم. أنا اللي أقوله شنو أستاذ محمد، هسا حتى إذا هو قانونيا يقدر يرفع الكأس. نعم. أنا حتى الموضوع حدث بكأس الخليج من شال يونس الكأس وظل مشلم، إدارات الاتحاد، إدارات
اي ادارات المنتخبات الوطنيه اللي هو الاتحاد وادارات الانديه عندما الفريق يحصل على بطوله اتركوا اللي تعب وجابها بعرق جبينه هو هاي اللي تقوله هاي الفرحه يمكن ما تتكرر والله كانك في قلبي صوره حلوه يطلع بيها زين هذا اللي تقوله يريد شيء يريد يحتفظ به لاطفاله انت بالاخير استاذ محمد كنا نبقى صوره كنا نبقى صوره يعني صدقني كنا نبقى عباره عن صوره معلقه لو بالخطار لو غرفه النوم خلي هذه الصوره يحصلها بايش ويحصلها جلال ليش احنا بكاس اسيا ما سمحنا لاي واحد يشيل الكاس ليش بس احنا سمحنا للكابتن يشيل الكاس وللاعبين ليش بقيه اللاعبين بس اني الوم منه بصراحه اقول لك سامح محمد اني الوم جلال الوم بايش الوم كل واحد كابتن يسمح لاي واحد خارج الكابينه مال المستطيل الاخضر انه يشيل الكاس يعني لو اكون موجود مرات يجي المي اعلى من ابو علي دورك انا اجي اشيل الكاس ايش تسوي هسه يعني؟ هو المي هذا احنا بدنا نحكي جوا المي فوق المي ما لنا علاقه نعم. هذه مواضيع بالعراق احنا من نعم. يعني ما نتناقش عليها اللي راح نتعب بيها انا حقيقه سرت هذا الموضوع كابتن احمد لاعب خلوق لان انا بصراحه وجهوا لي اسئله كثيره نعم. ليش ما اعتزازنا بحمادي ما اعتزازي بما قدمه للجويه حمادي الان هو الابن المدلل لجماهير الجويه ومن حقهم يفرحون لما قدمه حمادي لكن اضم صوتي الى صوتك كنت اتمنى ابراهيم بايش يتوج جهوده ويشيل الكاس ويشيل اشاره الكابتن لانه حمادي اشتغل بمبدا يا من تعب يا من شقى يا من على الحاضر لقى لذلك انا سالت هذا السؤال لحضرتك هو اني اسال حمادي انت ماشي بعد شلت هوايه دروعه ما شاء الله يعني هو خو ما اول مره يشيل كاس حمادي فعلا ما شاء الله عليه صار له سنين طويله ومل حتى من 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 رفع الدرع وحصل على بطولات كاس الاتحاد الاسيوي مرتين استاذ محمد ما اعرف يمكن ثلاث مرات هو كان كابتن والدوري اكثر من مره ويمكن والكاس يمكن اكثر فاني شنو اقول هي ماكو فرق بالاخير هو حمادي عمود من اعمده القوه الجويه لاعب خلوق مؤدب كنا نحب لعبه نحب مستوى لكن اكو لحظات نكران الذات حلو بي استاذ محمد هذول الصغار علينا انه احنا ندعمهم لان هذول هم الداعمين للمنتخب الوطني هم المستقبل للمنتخب الوطني خلي يفرح وخصوصا بايش قدم مباراه البارحه اكثر من جميله صحيح. يعني بدا المباراه استاذ محمد بدا المباراه فنيا مدافع يمين خلص المباراه مهاجم يمين نص الشوط الثاني لعب وسط يمين يعني هذا اللاعب صحيح. اللي الخط اليمين واليسار له كامل اي مدرب يريد يقول يمكن بايش فقط حارس مرمى ما يقدر يلعب صحيح. يمكن بس حارس مرمى ما يقدر يلعب لعبوا راس حربة ولعبوا مهاجم يمين ومهاجم يسار ومدافع يمين هذا اللاعب خلوه ادعموه واني من الداعمين له بقوه حتى من صارت العقوبه عليه انقهرنا وانتقدناه خلوه يطلع لان هذا انا اشوفه هو من طبعا اتمنى انه يحترف بانديه اوروبيه عاليه لكن خلص خليه بالقوه الجويه اذا هو مرتاح وما عنده نعم. عروض خلوه يكون هو خليفة حمادي وخليفة أكرم عمانوئيل أكرم عمانوئيل وخليفة كل لاعب مثل القوة الجوية وكان طيب. نجم بالقوة الجوية طيب كابتن أحمد يسعدني أيضا أن أستمع إلى رأيك الكريم بعد إزدال الستار على موسم كروي حافل ما بين الدوري والكأس الدوري حسم للشرطة والكأس حسم للجوية ما هي الرؤية اللي خرجت بها من خلال أطول دوري في الكرة الأرضية هو دوري الفصول الأربعة يعني هو أستاذ محمد أنا أضيف على كلامك هو أطول وأضعف دوري شفته أنا من صارت كرة القدم في العراق ولحد الآن بغض النظر عن 2006 و5 و7 التجمعات اللي كانت في أربيل هذه ما نعتبرها بطولات وليست دوري لأن بسبب الظروف اللي مر بها البلد لا. لكن هذا الدوري يعني تعرف التوقف اللي صار بسبب كأس الخليج التوقف اللي صار بسبب معسكر إسبانيا وبسبب المنتخب الوطني التوقفات اللي صارت بسبب الفيفا دي اللي دخلنا على شهر 8 وإحنا درجات الحرارة يمكن حتى تتجاوز 50 سيد محمد خلونا ليش إحنا دا ندعم دوري المحترفين ليش نريد ندعم التوقيت أيضا أتمنى ومن خلالك وانت تنادي بها من قبل أتمنى تقدمون السنة رزنامة إلى نعم. 20 مدرب ما عرفوا الدوري كم فريق راح يكون تقدموا له رزنامة شو وقت نبدي شو وقت نخلص ليش يا سعد محمد لأن الاتحاد الدولي أصلا راح يدز لك إيميل
راح يقول لك هاي اوقات الفيفا دي، هاي مبارياتك شهر 11 تصفيات كاس العالم، هذه كاس اسيا شهر الواحد، هذه 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 الفيفا دي. احنا على ضوءها بلكي تشكل لجنه مسابقات تعمل على تشكيل فريق فني عالي يعمل على وضع رزنامه توقيتاته مضبوطة. هسه توقيت المباريات استاذ محمد كوقت بثلاثة ولا بالأربعة ولا بالخمسة ما نختلف عليه، هذه شركة رعاية وتلفزيون هي تقدم وتأخر، احنا ما مختلفين هنا استاذ محمد. نعم. احنا نختلف من تقول لي اليوم المباراة يوم الخميس تاريخ 16/10 لازم ألعب أني 16/10، ما عندي موضوع. هاي واحد. نعم. اثنين استاذ محمد، اللي عانوا من الأندية فنيا واحنا مدربين، انت ما تقدر كل 3 ايام ورابع مباراه استاذ محمد، ما تقدر توقف الدوري 20 يوم وترجع تضغط الدوري تلعب لك 5 مباريات ب 20 يوم، وين الاستشفاء؟ وين اللاعب تقدر ترجعه للمباراه الثانيه؟ صحيح. وسفر وتدري باصات وتدري ترى اغلب الانديه استاذ محمد تدري ولا نادي يسافر بطياره، انت تعرف لو لا ابو العماره يجي بباص يروح لاربيل، ابو اربيل يروح بباص للبصره، ابو البصره يروح بباص يسوي ترانزيت ببغداد دي يروح للزاخو، فماكو يعني ماكو راحه للفرق. نعم. ويروح الزاخو، ابو زاخو، ابو زاخو اكثر واحد يعاني هو وابو البصره. نعم. سفرات يمكن ابو بغداد شويه مرتاح منه 400 كيلو منه 400 كيلو. استاذ محمد هذه كلها نتمنى من كابتن عدنان درجال يوضع لها الحلول، لان هذا الدوري اذا ما بدا بصوره صحيحه راح نعاني فنيا، ويرجع كاساس بالمنتخب الوطني يعاني فنيا ايضا. نعم. كابتن احمد يعني في اخر اللقاء يسعدني ان أعرف وجمهورنا الكريم روزنامة أحمد مناجد التدريبية المقبلة أين ستكون؟ هل هناك عروض؟ يا ريت ويكون سبق أنه والله إن شاء الله هو سبق، لكن في طور المفاوضات، لأن سيد محمد مثل ما تعرف القرارات الجديدة لرابطة الليغا اللي ما يملك برو ما يكون المدرب الأول لدوري المحترفين حتى وإن كان مساعدا، واللي ما يملك اي ما يكون لا لا مساعد يكون يملك اي. حضرتك ايش عندك شهاده؟ فاني بالنسبه لي داخل اني عندي سي وبي وراح ادخل اي بعد اسابيع قليله راح ادخل اي، بس ان شاء الله يعني اقدر اكون موجود ان شاء الله بالدوري. عندي مفاوضات مع احد الانديه ما اقدر ابوح بها، بس ابوح بها لك قبل كل اعلامي عد ما يكون القرار رسمي إن شاء الله. أتمنى لك الموفقية والنجاح كابتن. بدقيقتين وأكرر سعادتي بحضورك الكريم معنا في برنامج الشوط الثالث. ظاهرة المدربين العراقيين المحليين الشباب اللي نجحت نجاحا كبيرا في دوري الكرة الممتاز وسط مهاجمة بعض المواقع التي تريد إزاحة المدرب المحلي وقوقعته ومن ثم الاستعانة بالمدرب الأجنبي، بماذا تتحدث في هذه القضية بدقيقتين كابتن أحمد؟ يعني أنا هم نسيت أبارك لكابتن أحمد صلاح، سوى شيء مو فقط إلى سوى شيء إلنا إحنا زملاء، يعني تدري بعد الهجمة الأخيرة مثلا على أنه المدرب المحلي ما يصلح، يمكن كانوا يقصدون المدربين المحليين السابقين، لكن المدربين المحليين الجدد مثل أحمد صلاح مثل عماد مثل لؤي صلاح مثل المدربين اللي قدموا مستويات جيدة ولي كريم، يعني يمكن ولي أستاذ محمد الجيل اللي قبلنا، احنا نحكي جيل. نعم. مثلا جيل بس هم شاب لا يزعل عليك يا معود ابو خالد للشباب بإيران هو هم شاب، وحيدر محمود شاب ولي كريم شاب احمد خلف شاب حيدر عبودي علينا دا نقول عليه، لكن هؤلاء المدربين قدموا حيدر عبودي شاسب حيدر عبد الامير محمد قدموا مستويات عاليه قدروا حيدر عبد الامير قدروا انه مع هذا الدوري الضعيف والمتطلبات اللي تخليهم مدربين ناجحين على اعلى مستوى قدروا يفرضون نفسهم ويشتغلون باقل المميزات اللي تخلي المدرب بأقل المواصفات اللي تخلي المدرب يكون من أفضل المدربين. شكرا لأحمد صلاح على ما قدمه بالبطولة العربية، علي أن يواصل، نتمنى له الموفقية. شكرا لكل مدرب شاب قدر ينطينا فرصة أنه إحنا نواصل بعدهم المسيرة، لأن بالأخير أستاذ محمد هو منو راح يدرب بالعراق غير ولد العراق شباب العراق. نعم. اللي كانوا نجوم سابقين بالمنتخبات الوطنية. أما مو هذا مو معناه أستاذ محمد إحنا ضد المدرب الأجنبي، بالعكس
المدرب الأجنبي يجي يشتغل والمصري يجي يشتغل والعربي ومن أي جنسية وإحنا نشتغل، وبالأخير بالأخير إحنا نريد من كل المدربين كانوا أجانب أو عرب أو عراقيين أنه يصفون لاعبين موهوبين على أعلى مستوى للمنتخب الوطني، حتى نقدر بالسنين القادمة نقدر ننافس اليابان وننافس كوريا وننافس كل المنتخبات اللي ما نعتنا من الصعود إلى كأس العالم. إن شاء الله كابتن أحمد يتحقق ما تصبو إليه، وإن شاء الله أراك قريبا مع أحد الأندية لأنك قامة تدريبية شابة تمتلك الكثير الكثير. أتمنى لك الموفقية مرة أخرى، شكرا لانضمامك معي في هذه الحلقة، وأتمنى أن نراك قريبا في حلقاتنا. الكابتن القدير العزيز أحمد مناجد، شكرا لك مرة أخرى. مستمرين معاكم سادتي الأحبة في حلقتنا لهذا اليوم، وما زلنا نتجول في أروقة الملاعب وأيضا الأندية الرياضية، ونذهب هذه المرة إلى نادي أربيل للفروسية الذي يستعد لإقامة الجولة التمهيدية الأولى للبطولة الدولية للقفز الأولمبي، إذ يستعد نادي أربيل للفروسية لإقامة الجولة الأولى من البطولة الدولية للقفز الأولمبي في مدينة أربيل بكردستان العراق. وناقشت اللجنة المنظمة مجمل تحضيرات نادي أربيل والجولتين الآخرين اللتين ستقام إحداهما في العاصمة بغداد منتصف تشرين الثاني المقبل والأخرى في إحدى المحافظات الجنوبية. ودعت اللجنة المنظمة في نادي أربيل للفروسية للاهتمام بكل تفصيلات البطولة كالخيول والفرسان والميادين ومحلات الإقامة واللجان التحضيرية والترحاب بالمشاركين سعيا لإظهار البطولة الدولية بما يليق بمكانة العراق. يذكر أن مثل هذا الحدث لم يجري في العراق منذ ثمانينيات القرن المنصرم. طبعا نتمنى لنادي أربيل للفروسية كل الموفقية والنجاح، وبالتأكيد تنظيم هذه البطولة بهذا المحفل الدولي اللي راح يشارك به خيرة الفرسان والخيول العالمية هي بالتأكيد علامة مميزة لتدعيم نادي الفروسية في أربيل للخيول. أخيرا مشاهدينا الأحبة، أزدل الستار على منافسات بطولة دوري كرة السلة للسيدات واللي جرت في نادي أكاد عينكاوة بمدينة أربيل. استوج فريق نادي غاز الشمال بلقب بطولة العراق للسيدات بكرة السلة بعد تغلبه في المباراة الختامية على أكاد عينكاوة ب 56 إلى 54 نقطة. وجاء تتويج غاز الشمال بالعلامة الكاملة بعد أن جمع 10 نقاط من 5 انتصارات. وفي المباريات المتبقية تغلب نادي سن حاريب على أفروديت ب 79 إلى 55 نقطة في ختام مباريات الفريقين في بطولة العراق للسيدات. واختتم فريق نادي سابيس مبارياته في بطولة العراق للسيدات بفوزه على نادي دربندي خان ب 71 نقطة مقابل 51 نقطة. واستضافت مدينة أربيل بطولة العراق لكرة السلة للسيدات بمشاركة 6 أندية عراقية هي غاز الشمال وأكاد عينكاوة وسن حاريب وأفروديت وسابيس بالإضافة إلى نادي دربندي خان. إذن ألف مبارك لفريق غاز الشمال فوزه ببطولة العراق للسيدات بكرة السلة. يوم غد سيكون هناك تقريرا مفصلا عن هذه البطولة اللي للأسف الشديد نشاهد غيابا واضحا لأندية سيدات العراق بكرة السلة بعد أن كانت أندية الزوراء والجوية والشرطة والطلبة والسياحة والسلام والأمانة تعج بفرق كرة السلة للسيدات وكانت علامة مميزة، لكن أبارك لهذه الأندية اللي هي معظمها من مناطق كردستان العزيزة الغالية وأيضا مدينة كركوك اللي خطفت اللقب. أيضا أبارك لاتحاد السلة اللي سمح لهذه الأندية بالاستعانة بلاعبة محترفة، كل نادي اتعاقد مع لاعبة محترفة وبالتالي رفع المستوى الفني لهذه البطولة اللي شهدت تنافس مثير
ومباريات فيها الكثير من الندية. لذلك كنت أتمنى أن تكون هناك مشاركة واسعة لأندية بغداد وأندية المحافظات اللي كانت وما زالت العلامة المميزة لدعم كل الرياضات. نحتاج إلى وقفة، نحتاج من إدارات الأندية إلى تدعيم رياضة السيدات في معظم الألعاب. سادتي الأحبة، من غاز الشمال وبطولة السيدات بكرة السلة نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نالت رضاكم، واللي أشكر فيها ضيفي الكريم اللي كان معي قبل قليل الكابتن العزيز أحمد مناجد، وأبارك للجوية وأبارك لفريق الشرطة انتصاراتهم، وأتمنى المزيد من الانتصارات. أنقل لكم تحيا جميع زملائي اللي كانوا معي في هذه الحلقة ابتداء من استوديو البث والكونترول ومن خلف مخرج الحلقة قحطان الطائي، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقية. إلى يوم غد أقول لكم في مالها.